تصورش على مين شي شي راه باغي تصور شنو خويا كديروا في هذه المبادره؟ كانت فيها مجموعه اطراف عسكري الرباط بادره بالمحاربه اونتي في هذا الفيروس ديال الكورونا. بادره خداو الدراري لانهم شراو ديليغو ودي صابون ديال حمايه اليدين. ما انت بنادم باش يغسل به يدي بحال هاد لي صابون هادو، خداوهم دراري من راس مال ديالهم يعني من عندهم. هادي بادره باش نفرقوا على الناس المحتاجين. حنا انا شي كنفيزيو الناس المحتاجين اللي ما يقدروش يشريو هاد ليغو، اللي ما يقدروش يشريو هاد في اطار التوعيه وتخصيص. هادي في اطار التوعيه باش بنادم يوعى، وكنوجهوا رساله للشعب المغربي انه يجلس في دارهم ويمشي ويدير بالمسؤوليه ديال هذا المرض، حتى هذا المرض التعليمات ديال ويتبع مسؤوليه التعليمات ديال وزاره الصحه. بنادم يجلس في دارهم ويتفادى هذا المرض، كنتمنوا الشفاء العاجل للناس المصابين بفيروس كورونا وما يجيب شفاء جامد. كما كتشوف قمنا بواحد اللافتات اللي كتوعي الناس باخطار ديال المرض وكيفاش يتجنبوا هاد الامراض هذه الوقايه منه. نعم شكرا. Thank you.